والحمد لله كما شفتوا المجموعه تغيرت بنسبه 90%. عندنا جروب شباب مام لي نوفو جوار، سمحوا لهم لي زونسيان جوار باش يدخلوا في المجموعه بكل سهوله، اللي نشكرهم على هاد الحاجه. الحاجه الدوزيام كيما شفتوا ستاجو يجري في ظروف جد حسنه، بعد مباراتين وديتين اللي جريناهم هنا في عين دراهم، ان شاء الله المباراه الثانيه والثالثه والرابعه راح يكونوا احسن واحسن، والكوتش راح من تما راح يخرج ليكيب تاعو ان شاء الله. صح التعب كبير مع بريباراتور مجاهد نحييه بالمناسبه، ان شاء الله راح نلقاوها اون كور دو لا سيزون ان شاء الله، وراح تخرج لنا بظروف جيده ان شاء الله. انا نقول انصار، انا نعرف على انصار وفاق سطيف على انهم توجو راح يكونوا خلف الفريق تاعهم، نقولهم بقاو كيما كنتوا وان شاء الله راح نقدموا موسم يشرفكم ويشرف الفريق ان شاء الله.